هذا محظور أيها الكرام الفضلاء، لكن يجوز أن تتطيب في جسدك، كما صح من حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وإني لأرى وبيس الطيب في مفرقه. والنبي كان إيش؟ كان يفرق عليه الصلاة والسلام، والوبيس اللمعان، لمعان الطيب لما ينعكس عليه إيش؟ الضوء. وقال أهل العلم: هنا لا بأس إن تطيب في جسده، وإن سقط من جسده على إيش؟ على إحرامه من غير قصد، لكن ما يطيب من إيش؟ ما يطيب في، لا يتطيب في إحرامه. لكن هل يجوز لك أنك تغير الإحرام؟ إيه نعم، غير الإحرام، خذ معك 2-3 إحرامات وأنت في الحج 4-5 أيام. أيوة، إذا إحرام عندك اتسخ اخلعه وغير بإحرام آخر.